بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيل أبو بغل كنتري اللبات يكمدها من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الحج بين كسو جري، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. حبابي هاي جواز اشتراط المحرم قفك محرم كائن وقبصده أما شرط استئني بنانته هاي التحلل إنه حجك كبح وحلال وبه بعذر المرض حنون درتي يو نحوه إلا مده مركا حجك والوجود إذا يبيت كله والوجود إذا كله يعني قفك مسلم كها وحجك ولي حرمانين أما أن حرانين إنه شرط حران كره وتشرط قبصان كرتمة كات حران يسبب ورنا يسو إله يو حجك وحان شرط سنيا ماشي أن داف وايو إن أن كحلالوبون حجك كغبحو معناها سالو جيدا ما بنانتا مسمى بنانو أي سلف كسكم عن رافين جمهور السلف الصالح وحيو بدايهين إن يبنانتا خلف كنا سيدو كالأيقونا إن يبنانتا يبدايهين رقير أيا ديدي رقير با ديدي حق الصحابة دا. ابن عمر كليقي بالله هيا وكسوغن يهاي انتو ذاك لعمر يا عثمان يا علي بن مسعود يا عمار يا جمهور الصحابة وحي قبان إن يبنانتا أما ابن عمر أصوغ مبنان ورن جري. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله رسولك الله بأصوغ صلى الله عليه وسلم حقوق علي على ضباعة بنت زبير ابن عبد المطلب ضباعة بنت زبير ابن عبد المطلب والنبي وقالوا بوغضي فقال الله حكويلي أردت الحج حج مئة دونيسة حج مئة دونيسة قالت وحيتي والله ما أجدني إلا وجعة نبي الله وان حنون صنعه والله الله قد أردت ما أجدني اسمه لها إلا وجعة من حنون صنعه بقتين أنا هاي مبويين فقال لها نبي حكويلي حجي حجي واشتردي وحاط قبصتاء وشرد لك شهر ربك وقولي وحانا التلاذة مركز شردك قبصنا إسانا كون ميريني اللهم الله محلي ماشان كحلالو بي حجك أنك قبحا هايو حيث ماشي وي حبستني أذو حبستون نفط أي داف ويدون دقاق وايو وان لوضا يا وان دقدقا يا ماشي أن داف وايو ماشي دون هنقط المدينة قر كذان الله كردقو ما كاد دوليت كذا الله كردقو ماشي أسان كحلالو بي وكانت وحياة قبردا سي ضباعاء تحت المقداد ابن العمر الكندي صحابي قاسا قبي مقداد ابن الأسود ابن عبد يغوث الزهري وذيك أسود ابن عبد يغوث الزهري هاشمي محوها قرشي يا صوكر صدي مركز تبناه قبل الإسلام أسقى اللوغو أبترياله مقداد ابن الأسود بالإسكي لذا ابن عبد يغوث الزهري وحليف بني الزهرة أما أسود الأشديس ونرهي بني كنداء ومقداد ابن عمرو الكندي ضباعي النبي ونوائل المآذر زبير وين عبد المطلب عبد الله وين عبد المطلب نبي محمد عليه الصلاة والسلام هي ضباع وائل المآذر. وحدثنا عبد بن حميد الحافظ الكسي أخبرنا عبد الرزاق بن همام السنعاني أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة اليماني عن الزهري محمد بن شاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ضحيت له يدين دخل النبي النبي أقل عليه الصلاة والسلام على ضباع بنت زبير ابن عبد المطلب فقالت وحيت لي يا رسول الله رسولك إله يو إني أريد الحج حجبا دوني وأنا شاكية وأنا شيغانية وأنا بكا وحنصنا هاي حجنا وأن ربا إن دقاق وين رحض أن كوها بسومنا وأكبق إياه ويمعنه. فقال النبي النبي عليه الصلاة والسلام حجي حجي واشترطي وحد قبصتها أن محلي ميشان كحلالو بيو مكان كأن كحلالو بيو قوبتا أن حجك كل ما يكون يحوي حيث ماشي حبستني الله وأذق حبسته حديث كان وكب الله بالشيخ باب وكب الله بي اليوم دار قدني أصوغ على الكيسة وعلى يا حديثك أو وحيد هذا حديثك الزهري حديثك الزهري وإنه عن عروة عن الزهري عن عروة عين النبي مرسلا بالراج حيد هذا سديت بق سديت كن عفوا صدق كن سديت بقول الله باتني شنبت كفيرين كتعيل الكيسة صدق لو حكور راعي أبو حاتم الرازي سديت بقول يصدق عيل ابنه مركات في رسال
لكن الإمام البخاري يو أرضي مسلم الحجاج أبو الحسين وحي الرجح أيان إنه حديثك صحيح هاي ووصله محفوظ هاي كذلك الإرسال سيدا يقول مرين بان حب بان محايا لي ننك هراء أبو أسامة في رواية عن هشام بن عروة عن أبي محمد متابعين نك اللي عبد الله بن نمير هو متابعين تطحاو كذلك عمر بن علي عند الطبراني وكذلك أبو بكر بن عياش ومعمر بن راشد كلهم عن هشام بن عروة رقب ضم مركبكم متابعي وأنا ثقة ننكس أبو أسامة حمد بن وأنا أثبت الناس في حديث وأعلم الناس في حديث الكوفي وهي رواية ضم مركا يدونا زهري طريق الزهري معمر عن الزهري نسائي وحول أصو لا أعلم أحدا أسند الحديث عن الزهري غير معمر بور أصو رقب ضم بنا سيدام مري لكن أعلم الناس بعلل حديث الزهري بعد حديثه وصحيح وأنا محمد بن يحيى الذهلي حفاظ رجل النقاد أنك أويق أن حديث الزهري طرق ذي عيال كذا وأسجى وذلك البخاري سكود عجرين محمد بن يحيى الذهلي وحول حديث عبد الرزاق عندنا وحديث هذا ليسان عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ومارقتا زهري ومركا متابعين يي هشام بن عروة وحول حديث عبد الرزاق عندنا محفوظ في قصة في قصة ضباعة محتج به لمن أراد الشرط في الحج أن جاروبا في المنطقة كسو قورية بسند صحيح أفر بقول يا لباطن كفيري مركز منهج الشيخين باكحوك بدن إرسالك أي وذاتها دار قني أبو حاتم الرازي أسكر راعين متابعة أبي عبد الله البخاري ومسلم أي حوك بدن حافظكنا آد بوشة النقدية وحيري حديثك وبشبه متواتر بكل ويا مستفيد أحاديث بدن إلى طبان يا بابك كنت من أصح الأحاديث نوا حديثك الإمام الشافعي أصغو قديمك يقولك إذا قديمك وحورن شري وبن ويبنانتها إن شرط اللقب الصدو في الحج هذا حنون كبقيسه أما قليهن كتل إيه حرمك وكلا أتكبق سنة يكون ديدان هذا وادركتن بلا يسوكر لي لا حج بدون التصريح وادركتن وحي وذان قليه رزعت وحاس ظالم بكون ديدي حنون بكون ديدي سيدا كاجو إكرته وحورن كوجو صبحه الله دم يستر وإذا حجك باتكبر ذي واتقبسن كتا شرط ديجا أيوة إمام الشافعي في القديم أورنجري واجد دم جديد ك وحيد ولو ثبت حديث عروة حديث كن أوجد الشافعي ومحدث ولو ثبت حديث عروة عن النبي في الاستثناء لم أعده بوري إلى غيره فإنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله هدي حديث كعروة أوصق ناضه ما طلاب هاي يبرك ما طلاب صني وقرق ميوان قاضني محايا لأن إذا أقتيد أن شافع هاي ما بنانو حديث نبي محمد كسوان إلا خلافه بيهق أبو بكر البيهق محيول أسوه خادم فقه الشافع إلا إذا هذا قد ثبت الحديث عن رسول من أوجه بول شافعيو حديث نبي محمد كسوان من طرق وأوجه مركة معارض دوام محي وحديثكم مركو ومعمل عند الشافعي قديما وحديثا حفادي شافعي ضرنا وحسكوها فحديث كونه السغنية والحديث صحيحي حديث كهوري مركا أبو أسامة بخاري أسوه حكوري يكون سيدات بغلية طبعا بكوريا شنكون سيداتنا سقال الله واتكفرين كرتان طيب وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله أي مثل حديث محوشي طريقا عند محوش علي معمر عن الزهري عن عروان هيني طريقا هو سيدا صنعته كينيس انك هو الراعي طريقا ضمبي ان لو دبر دغاي هدا طريق هشام او كسو بلاباي اها حديث ابو اسامه حماد بن اسامه عن هشام بن عروه عن النبي ومركا معمر روح متابعين لها هشام مركا لكن احد قال لي حصاو يلي سيؤكل حق بدنهم برباه إنه هوش عضي محايل معمر عن هشام وحاكوه عقبدا أبو أسامة عن هشام ساسو قدال الأقي مثله مركة معمر وحوش حديث كي
ودن بيه وكلو شيء معمر عن الزورية أها. وحدثنا محمد بشار بندر شغل الجماعة قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي شاهدك بالله مرة ذكي حديثك عائشة كان الاحتجاج حديث أم خاتي كعيسى باب كقصة بصنيد بإمام كوسكو دايا إنه أيقون التبيو وأنا طريقة اللي يقان هذا. وأبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد ومحمد بكر البرساني الأزد عن مجرج عبد الملك حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له لفظ أنه الشيء دوننا أسقى أخبرنا محمد بكر أخبرنا مجرجنا أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي أنه سمع طاووسا طاووس بن كيسان بن مغلي وعكرام مولى بن عباس عامنا عباس أن يوح كورنا إياه أن ضباعة بنت الزبير قوارد ضباعة اللي إذا إن الزبير إن عبد المطلبة أتت رسول الله رسول كلاهي بأتمد فقال الوحيت لإني أنا امرأة هوينة ثقيلة أي ضعيفة حنون سنو بكان عليس كيشيقي سو وعليس حنون ويبكان يتروي حق هيلي بيوز ماها عليس كلي قصو إسلام لفوين أهيد وإني أنا أريد الحج حج بن واندونية فما تأمرني محادي فريسا نبي الله قال نبي حور أهلي بالحج حجك حرؤه لبيك اللهم لبيك ده أما لبيك حجة وعمرة ده واشتريتي وحاد قبسطة وشرد كدقتا أوت هذا أن محلي ميشان كحلالو بيو تذكر مكا يوم النحر الطوئي جمرات كالتورتان ويقور عسمي حيرشدي حلالو بان كدبنا ضواف لفضيح كل ما يستران هدي قادوا إذا دمحات طلابا أن محلي ميشان كحلالو بيو حيث حبستني ميشا ربي وحني بتو ويقال وحوري عروة عفوا ابن عباس أنه قال ابن عباس وحوري فأدركت إلهي با وقرقاري وحجك ويها لأي شيء ويقال ما يستراتي لحظة ما يسنكو الدالين وكما حنوصنين فأدركت الحجة وأتمت بك لغانتاي حديث النساء أصغو وحكدر أي حديث مكو ورنا زيادة أضفي عن فإن لك على ربك ما استثنيتي والنبي قولي فإن لك وحاقوة هذا أضغو على ربك ربك وحاد كولي هذا هاي ما استثنيتي وحاد صور ريبطي شادق ربي ألقى شيء ربي واكوه فينا يا حق بطولي هذا ما يشد دافو ويدو إن أتكو حلالو دو. وحدثنا هارون حديث كان ابن عباس يا سوق الشاهدان طوك يعني ومخرج في عند اهل السنن نسائي ابو داود ترمذي بن ماجه افرت وريا مع مسلم وانا حديث صحيح اسقونا. وحدثنا هارون عبد الله الحمال قال حدثنا ابو داود الطيالسي حدثنا حبيب ابن يزيد الجرمي عن عمرو بن هرم الازدي عن سعيد بن جبير الاسدي وعكرمه بن عباس عمنا عباس رضي الله تعالى عنهما أن الضباعة أراد وحيد دونتي الحج إني حجدي دونتي فأمرها النبي نبي فري عليه الصلاة والسلام أن تشترط إن شرط قبسطي حرطه ففعل الساسي شيء فبعد ذلك أرن قاسي السميس عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فريد النبي فريدرتت يمرك ساو سميسو أمرك النبي كفو ليسوك يكون أقميسي. وحدثنا إسام إبراهيم الحنذلي وأبو أيوب الغيلاني واسمه سليمان عبيد الله وإنه قارد وأنه مقعيسى أبو أيوب الغيلاني سليمان عبيد الله يبقى الليل هذا. وأحمد ابن خراش أحمد الحسن بن خراش قال إسحاق حول في روايات أخبرنا يعني يسوح أخبرنا أم بويدا وأنه صوم الرأي هذا أردت إسحاق حدثنا أما وحكى لشيء تصرف بكجر أخبرنا أم بصوح كورشا. وقال الآخران لابد الشيخ كل نيد وحيدا وأبو أيوب أحمده حدثنا أبو عامر بيدهدين وهو أبو عامر كنا عبد الملك ابن عمرو العقدي حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف المكي عن عطاء ابن أبي رباح عن عباس مركا نكا عطاء رقه ريس سعيد بن جبير عكرمائي طاوسي متابعيني عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للضباع وحكيري حجي حجي واشترطي حق أنه حاطب ستاة صور ريبتاه أن محلي الله ماشان كحلالو بي حيث تحبسون ماشان وحبا استوي. فهو في رواية إسحاق وحكو يمد أمر الضباعة نبقى الضباعة وحو أمري إني سدا يشو حديث كمركز معنوه تصيح عادي بنان كيال جمهور أصحاب الحديث باقول رقمه من الصحابة والتابعين ديددنا حق السلف كحق الصحابة ابن عمر كل يجيبو كسوغن يهي مركا قليها يقو الديدة وحيليهين آيات ظاهر قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله بكل جي حج لا ما يسترم ويورك لا مصعون هاي تاجي وأتم الحج والعمرة لله آيات وعام نسكنا وخاص
marka xajka iyo umrada dhameystay ilaahay dirtii amar rabbi qaadkiina u dhameystira la yiri ruuxi xanuusday ayuu kama hadlin dadku dhan bay la hadashay waa caam ruux dhaqaaq way ruux habsoomay ruux awoodahay midan awoodayninba wuxuu dhan baa soo galay xadiidkan wuxuu ka hadlay saaxibu udrin marka la tacaruda bayna khaasin wa caamin macnaha saas sax ah وحنا حديث بن بابا كوي ما دو مخاتئ ترمي دمك حديث كوري حلوة في الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر والضباعة حافظك حلوة في الباب أيضا سعدة بنت عوف رق وقدر يحوري وأسانيدها كلها قوية حديثها دور كائن شيقي أسانيدها ويحوق بدن تفتح بارك مجلة كل حد لحنا نسقى الكفيري اشتراطكم مركة هنا بنانتها هاي أو طريق سلفتها هاي عمر با كسوغنت عثمان علي بن أبي طالب خلفاء الصدح وكسوغنت هاي عمار بن ياسر يا عثمان بن مسعود عبد الله عائشة أم سلمة يا غير كتب وكسوغنت ولم يصح نفي الاشتراطي إلا عن ابن عمر أصون مرك أبيه بخلافه رأيه مرك رأي ضعيف ومرجوح وهي مخالف للسنة مخالف للسنة مرك اجتهاد كيسي لقول راعي ما يمره سنة النبي خلافه باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض مركز سيده مالكيه يحنفيه سيده ابن عمر بأيه كتا قيل انت بدن بأقليها سي ويكون بدن هنا رأي اجتهادي أي ميل لمران حنبلا دي شافعي ذا رام مر بدن باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها وحباب يا قبرد أم الشيء هنا يحجك حران كرتو حجك أن لودي ذيني طواف كبيت كم بالغة ممنوع يا ركعتين كطواف كقدم بين بالودي وحي الصلاة أما الطواف في البيت ما الله قريني حاجب وحو سمية قبرنا النفساء أي أمشا أصمين إيسا سيد حائد وكالي إحرام النفساء قبرنا أمشا إنا يحرمان كرت حاجك يو استحباب اغتسالها إن لتشعلها إنا يقبيستو يحاجك أقبيستو إسكا خفيف السمر كحديثك أكبر كأ للإحرام إحرام كدرتي وضدك إلا متى يوي dadka ilaamta ilaan marka xajinaysan ama umra xiranaysan ama xaj aad xarmanaysan inaad qabaysataan ba sunna way naga soo mar ayadna waa la mid weey oo la dhimaayo daahir ba matiye maxaad ka qabaysan wakada alhayd waxaaduna waa la mid iduna inay u qabaysataan la sunnaya xajkan ay la timaado wa hadathana hannad ibn sari wa zayd ibn harb abu khaythabah an-nasai wa uthman ibn abi shaybata kulluhum dhamaan tud an abda ibn sulayman al-kilab muhammad al-kufi وأن ثقوا إمام الجبلة قال الزهير وحور أسو زهير ابن حرب وحور وهنادي عثمان أيزن شيقين حدثنا عبد بن سليمان بوري عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي قاسم محمد بكر الصديق التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها إيدي بحكورنا ياد قاسم عائشة إيدي وقاعدا قال وحيد له يدين نفست أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس الخثعمية أيا أم شيء نفست أسماء بنت عميس با أم شيء ما هي أم شيء بمحمد بكر الصديق با أم شيء مركو جعفر شهيدي ودالك كل شيء سنة ستة هجرة القرن الثاني وقبل عديد لما أبو بكر با قول صديق أسماء أبو بكر با قول صديق أبو بكر مكو شيء لنتي كدي منه علي بواقدا با قول صديق عبد الله مركا عبد الله بن جعفر نوقي ولا شيء صاحبك جعفر ابن أبي طالبها محمد بكر مركوا أبو بكر بيودش محمد بكر ابن أبو بكر بالشجرة يكون أم شيء حجة الوداع سنة كتمنا ذي هجرة ذا أيده حاجية ذا وماشها شجرة اللي يضم مريسة وادا الحليفة الحليفة جيت كوي الله شجرة اللي سكيل هذا وين إيمان دونته بالشجرة جيت كماشي جيت كي يكون أم شيء وجيت كي يرفق وحقة بيدها حقة ما قد الحليفة هو الله صعده تاجن آن لجارين جيت كوي الله يوم مركت تطلع كي يرحب إلا وأصلان أم ليس فول ليس فأمر رسول الله رسول الله وحب فري أبا بكر أو نين كيديها يأمرها إنه فرو أن تغتسل وتهل ما يوم مشها بس ميقات كنا وان جونها هقا بيستو هانا حج كنا حرتو حديث كان إسناده وصحيح على شرط الشيخين مسلم باورية بخاري مورية نينك اللي إذا عبد بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن قاسم عن أبيه عن عائشة و على شرط البخاري مركوا صحيح على شرطهما والنبي يقول مركا أبو بكر بو فري إنو فره أسماء أن تقتتل إنا إما يرطوه للإحرام وتهل حجكنا إحرطوه مركا لبيك اللهم إجراده
حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن جعفر بن محمد جعفر الصادق نك الأورنجر آل بيت رسول الله وأوي عن أبي أبيه محمد بن علي بن حسين ابن علي بن طالب وي محمد الباقر نك الأورنجري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما في حديث أسماء جابر مركوا الشاهد حديث كيس عمرة كعية حديث كي عايش عمرة كعية في حديث أسماء بنت عميس حين وقت نفست أي أم شيء بذل حليفة يكون أم شيء وحوش شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إنه فر أبا بكر أبا بكر إنه أمري إنه فره إنه قبيسته حق النحج كأي حلته فأمرها أبا بكر بوحو فره فرنت أقود بيي أن تغتسل إنه ميلته وتهلا حج كن أي حلته حديث كان مركة وحي أنه سند كسود تلمام إنه وذلك ترقدنا تطبعه لبب قولي الشن لبب قولي الشن رقم كأه هي عللك مجلد كوبات صف رقم لحدني اللبو أي حديث كان كل عليه هو حيلي أصلاً أول لب أفليه مركو مرة عيل كان قاب وجهه لحديثك مركو تطبع مرة يقاب كله وجهه لقاب كتطبع هذا يخصي كاسما نكوشي يروح كلا ونسك ديني لأنه ولا لب طريقه إسخلاف سوين تطبع هو حيلي مالك بحديثك إرسالي مالك ابن أنس بحديثك إرسالي وحول عن عبد الرحمن عن أبيه مرسلا وليس فيه عن عائشة وليس فيه عن عائشة مالك ابن أنس بحديثك وريح وكوري عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه هو قاسم بن محمد عن النبي بوكردغي وعائشة مشي بول انت أصحو قاب صدي وحوليه مرك عبيد الله بن عمر العمري وحا خلافي مالك با خلافي عبيد الله ابن عمر ابن حافظ العمري وانين جبل مالك آن مالك ودك موي فودان لقرين كرين دارغن وكل حدا مرك وحو لفو لي عبد بن سليمان وحوله وحديث عبدة خطأ ننك خلاف مالك مع عبدة مسوى عبيد الله عبيد الله يفود لما قرين كرين وحال لا هذي أرضي قال لا هذي أرضي هو جبل لم يجرح بشيء ثقة حافظ حجة بالإطلاق وي بالإطلاق مركة مالك إرسال كيسان وحلقهم علي عند أهل الحديث أستقد دار قدني وكما نرقص يالي أك محايا مالك وحاو عايز كم بدأ حديث كنو إرسال يبا حديث كاسيك تيسا موصول كاء أمام مرفوع كاء وعادة مالك أن يوقف المرفوعات ويرسل الموصولات رغم كاسوليا صادر تيبا الحافظ أبو مسعود الدمشقي في أجوبته على للدار قدني عن صحيح مسلم منكم دفاعي رقم كلابيت وحيري إذا جود عبيد الله وعبيد الله بن عمر العمري إذا جود عبيد الله إسناد حديث لم يحكم لمالك عليه فيما أرسله فإن مالكا كثيرا ما يرسل حديثا أسندها غير من الأثبات وعبدة من سليمان فثقة ثبت ووركيسي نينك الوجب بيهقي ناقد كاسون مجلد كالشنات صدن الله والسنة كيسو حويري وجوده عبيد الله ابن عمر عن عبد الرحمن وهو حافظ ثقة ومديدين هاي تعيل كدار قدم الديدين وتعيل أمرك آن أن تبر الله هاي مركو لكن عيال كان مريو علاضة إنه ضعيف تهيب الدرامي دار قدي تعيل كيسي تطبع إنه سنصح أهين بو الدرامي وأنه سكدر دعي كلي وحويري حديث كان مالك يا جماعة وحي كوريان من حديث عبد الرحمن عن أبيه وقاسم محمد عن أسماء بنت عميس وأيدي أسماء بنت عميس وقاسم أيدي قاسم وإنا أيو قاسم وإنا محمد بكر الصديق محمد بكر الصديق نيار علي أسماء بنت عميس بأمش في حد لو ذا شيء نينك مرك قاسم أيدي وحكا قاضنا أيدي لم يلقى موسى كل انقطاع عصمرك الآذى هذانا مالك با خلافي عبيد الله ذو كسر التقي عبد خلدمي واسكب بدله وحول حديثك وحوي من حديث أسماء بنت عميس وأنا منقطع قاسم محمد لم يسمع ولم يلقى جدته وأسماء أسماء بنت عميس من قاسو بدلي إذا والله بيعلوك الدوان والله بيعلوك والله بكر حديث نجد عبيد الله حديث عايش وكذا باب كلو ولا يقانو معروف
والرواية عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه وقاسم عن عائشة ومحتج في الصحيحين سندك ومن أصح الأسانيد ولبا عبدنا والله يقان أكثر رواية عنه البخاري طريقا ولبا ومرة يسأل عبيد الله عن عبد الرحمن آد بوغورية وحكول آد بوغورية عبد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة آد بوغبضين صحيحينك مركا علاد أضم بنووي حديث كان مركا دارقون نقابك وقهل وكتغي لم يعلق هنا مصوق قادن مصوق قادن لم يتكلم حتى ينوع اللي موسى شيء لكن مهذب كشرح مهذب وكتابتي مجالك التضبار لببق والطمانية كو وكجو حيري ولك دارقوني معنا بضا ملها فالحديث متصل صحيح وكفى به صحة رواية مسلم له في صحيحه ووصله ثابت في صحيح مسلم بور وصله ثابت في صحيح مسلم على يتحال محان قربنا سنة نمرك واسنة أيضنا ثابتة وي سنة ثابتة وي أو قبرنا حايدودا يقبرنا أم الشي هذه أي حج الهبان ويحجي كران وين حيران كران ضد كأن حيد يقدر ميت منا قميسي وقبيستان بينها وقبيسا وقبيسك إحرامك والله إيمانا يان وحن لو قلين كلية غير ألا تطوفي بالبيت سلامنا دلوما وقل وين نقاري دونا باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارون من نسكه باب دير بو هذا الشيخ بالهبي حور وحباب هاي بيان وجوه الإحرام وجوه يا أنواع الإحرام إلا عدي إنت قاب كل حجي إنت قاب أما نوع اللو حجي إلا عدي طيب وأنه يجوز أن بنايا العدي إفراد الحج حج كل إن لم تحو حج كل الله تماض سنتك والتمتع إن حج عمر الله تماض عمره الرئيسي وانت عمرها أضم يسصاد ديشان كدي ابن مالك سديادات بشد الحجة الله تماضو حجك هذا حرته والقران يلا اللماني والله يسكدر حج عمره أوتر لبيك اللهم حجة وعمره معا أوض عملك حجك بس الله تماضو عمرضونا هوستا يكغن نعمة سنات سيدي نحاجو حج كلي صوحنا بالله إيماني ضواف واحدة صعي واحدة وحط لا بلا بإيمانيس لكني أهان يعمل أهان با وأثفن قل لي إسا لا بدا شيء إسكو جنسي دا حقا إسكو حكم كا هدي لا بدا نيو ده ويسد حقا لان تداخل وي أبقابت اللحدة هيدا تداخل كو قل يترين حتك كوكا أها وجواز عفوا وجواز وجواز إدخال الحج يينا بنات حجك إن لقليو على العمرة الله عمره سيوتي إن حج كدبا كينتو إن بناتاي خلافا للجاهلية ومتى يحل القارن نينك قارنك يا حج يسكو داري عمره قرمك على لوبيا من نسوك حج كسي عمل كسي انت من العدي المسألة دي بضان انت قابل لو حجيو صدح لقابل هذا تقانان اجمع بالسوق قورية وإذا ده خلاف كينين ويجران حج إفراد بالليدة هذا يو وإن سند أدو حج أدو صفر تحج كليجي هل كانت كالصفري حج كلي بدون سفر يسا عمركم الدريسي سفر كروكا كم حبنانا وضع عمر يساني كم حال إذا ذا إفراد وي ومتحيد إن تقولي قولي عمر يسوتو وسفرات كبل وذا قولي قاد كإيمان يسوا إلى بيت الحرام أتكتو هي سفر أصلا ما حبنانا من بيتك إلى بيت الله الحرام كإفراد بل إذا ذا وكشاف عدو إذا ذا أسرع أفضل بدن مرم بدن باركتاك إنه أفضل بدن يا وحصور رعا حجك لا يتمتع وكذا هذا أدو تقانانا تمتع وام حبيله حجك صدح لها بش شوال أما شوال يد القعداء يد الحج صدحها بردبا أشهر الحج اللي جدا بش شوال إيو بش دي القعداء لبضا برد إيو بش دي الحج وحان كين حج الله محران كرو حج محران كرتين رمضان هي رجب يحج محرن كرتي وإنما شوال أي بلاتو ذي القعدة حرطو أما محرم عفوا عرفة حرطو عرفة إلى لباطن كذا ميا مس كل جد بوا وحكات تجي عمل الحج والله يمن كراه مسألة كله سيدنا بلا سأشوف الحج اللي هذا بليه حجك أي عمره حرنا يس عمره دي أعمال شديد والله يمن
حجك انت ان لا غارين بعد كحلالوب وما لك سيده ان لا غارين اضو مرك حلالوب با هدانا واعماش عمره دمنيه با هدانا حج ياد بالله ان كيسا كان محل يدا تمتع تمتع علي هذا قران كو ما حي وانا بلي حجك اوض حرته عمري حج اسرع سو نبي عليه الصلاه والسلام لبيك اللهم حجه وعمره مركز مفرد هاينا لبيك اللهم حجه بالليله بس اما حجا بكو قابسن هذا المتمتع تاينا عمره مركو حجن هدو بالحج حجن دونتا ويكل دوي صدح راسا ان نبي ان لو حجي كرو اي سنه كهذا شيء احاديث بدان امام كنتي دونا احاديث وحاغو عانسن حديث كعائشه حديث جابر حديث انس وابن عمر وتحي دونا احاديث تاس ضدك سو غوري نبي قابكم او حجيي وحا اوغو عدعاد اوغو دمهيستران حديث جابر وحا صور حديث عائشه لكن مسلم اسو وحو دورته انو كبلاابو حديث عائشه محي لي وروح النبي اوغو خيغ ددكن اوغو جيل عائشه وح بدون رق ويسن اركرين بين لا سعود النبي حالكيسا ايدا حقوق قال وحي كتقتينا جابر با دمهيستر دون انتو الف كبلاابو يا جين دونا حديث جابر كتب قونا لقاء اللفي مركز صدح لا قابل له حجي كيف فضي بدن ودو حيده إفراد كهف فضي بدن صفر قوني ذا إيه حج كلي له حجيو إن وحبال لقول الله رين إيه مركز ضمي سنة وحدي جاءن لقاء الربين وحدي قورع منا لقاء الربين قصة وفضي بدن فك بدن بس إذا كنت كشافعي ذا كمل لما وحيده هذا انتمطع وفضي بدنو وكي نبي قوة تمنيي يقولي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية وكي صحابة أبضناي وأنا كأول بير الوحجيو محي الإفراد هو امتحان لقد ما صبح كره ليس هل كان أتكرد قاقضه والميقات كأتكحرمته صاد حاج أطهي يدول لقدارنتهي مرضه كقصه أنتو يا مالك كيوتبنات مالك التبنات عنده إذ الحجة أيد حلالوبي وأطبابي ماشي محلقة سبعة بشون دوين ذي الحجة أسبوع كده ما يهيب يا الله سبعة تطبع توم بريسيه الرية سديد سقال كده الحجة كدر دور دور توم بري لبوا أسبوع لبا توم بري بات هانا إذا محرم حضر متى بن كرتد إسلام ما أجمري كرتد وار ما أجمري كرتد أو حساب بن وضع رفادي وذي اللوبي بقى إن شرب بقى كجلي قرش هذا هدي وعكلا هذا كبت بادي وعلوس يا كاسو تمتعوا وحج نبير الله راح يست انت عمره يسطه ودارك اسكب بدلته او حيرته مقالده وريقته اضود مدينه تاك هوتيل كادي نيروبي كسو قعد يا مانيكا سديدات من او دقاقي ادو دادن او وبخه ورك واد فاندن بيلته تمتع عمرك وا دبيريا قراننا افريدكو كلو وا دبنيا سغورا قران اسنا وحنون بدن يا مخاي يلي سدا مفردكم بعد عماشون باقون نقوم مدمد موييني مالكم مفرد وحلاله ما دون حال نبكو قهري لبدا حج أيوه علوسيهين ما يقع فاضبا من سمايا علو حيليهين تمتع أيام مض أرون حرجنا عن لهين لو نبضنا نبقون التمنيو يهدانا حول صوك حين لهين أساقين يلي لها كاسافيع نبقون ما التمنيين مرا شل مرا جعلانين وحان فضب بضني ولو حد ما القران كان فضل بدن والنبي محمد با الهي ادورتي نبي وقابك وحجي وحكا خير بدن ما جرو عروه كاس هو نقل النبي محمد سوشي سا لغا فينا نمن هلكاس كبسكيه ما يدن لا تا وركن ما سهلن الهي ادونك سي كرامه بدن وحي ادورتي سي لو حجيو سيده اوغو فينايت هذا النبي أوليه لو استقبلتم من أمري مسد برتو حان لين هاي وحير مقبوتين صحابة الحقوق والبهارتي كحماطين النبي خلافين أمقاب كسو حجين وايين إن هذه صوك حينين أيو أيو حير مقبوتين هيا وأيو قصصبة هيا وانا حكمه شرع أوي والنمي هو
سهدا مودهي مبيلينه لكن هوش انه وي فيعنت ودوا وي هوش. طيب هدي النبي تيسا لغا فلي بدن ياهي الهي با كجوجين لها نبي الله تنكنسل تناصم سيدي لو يري عمره حدك غدغل خلافا للجاهليه. جاهليه محي قبين جاهليه وحي قبا مشركي العرب وكفار قريش وحي امن سنايه بلا حجك صدخده شوال سيدا تال عرفه صدخ لا بلود وحان حج اهين لما خران كرو لما عمره يسن كرو وانا كبير من الكبائر بامن سنايه ورك عربين الفانتان حج بليه ساسغا اسكله وح كان لما خران كرو اذا شرعهم محيتني حج بليه سا عمره الله خران هو لا سدح جلين هو لا تمطعي حقد كل ودار حج عمر واويس كباب خلافا لجاهلية العرب صدح ذا قاب أضوى ولا قرتي قاب كقران كما تمتع يد مد النصوص تو إن يوفد يقيم بدن تاي حق هذه لغفر جبران كي يجبران لا أنت أنا حق إفراد ك مد إنه قر حسن سيد وأنا قتني والبسيء سهلا أنتوا أحكام تصبرتها وحجيو نبي عليه الصلاة والسلام وينك صوم الرجور ما حدش كلا واجب يلي على خلاف سيد الراجح أنا إنه تلمانون وسنة كسجالات دمات كيس أما سنة كطبنات مرك حدش كله لواجب يلي بقى نبي ومضوا إيه وورجلي وحلو أنا حجينا سنة كنه هل سوي ما دو مدينة أغار كده تولي ودوا مي مقالب ولا إسكجي دمت نول بنو نبي وكت ضيضه أيه كت هلا جلي جمع النبي وكت كذا مدينة ومضنا أخذ بيجي حدش كنا أشهر حي نول بوح أشيء لها أنا أشيء جاي ما لين سبت يا بعد ظهر مقدور نبي كنت كذا المدينة أيه كسر المدينة ذي الحجة كو أنا مكو جلي نبي عليه الصلاة والسلام بيش سات الله يقان وشن مال موت كده منتهي ينبي المدينة كسفر ابن حزم وحورة خميس بنبي المدينة كبحي أحاديث بعضهم مركو قص منه أوله نبي واحد ما يوحوب بحي سبتي سبت ده حقبة جمع النبي مدينة كوخود بيي ومدينة أحاديثه أشر حي مالك السبت يا هي دوه كمود مكو تجيي أيو النبي دقاقي شن بريبو سيس علي مالك اللي حادنا وحوق علي مكو علي مالك اللي حاد أو خميسة سديد خميسة دوا إمسا صدع لما خميسة دوا سديد بري مالك السقالة دو جمعين نمحو تابنا عرفوا تاغنا سأفهم حجك نبي السفر كيسي خميس ود الحجاج كو طاي عرفوا قرمين نقونيسا مالين جمعين نقونيسا لبا خميس ود واسديت بري كخميس كخميس واسديت محاحقة جمعوا مالك سأل عرفوا النبي قد تاغنا اليوم أكملت باسودك تمالي جمعاء والنبي عرف تاغن يا دي القعدو الشمبري كاد من طيب النبي مدينة كصوب حي اوي تاي سبتي سبتي أحد سنين ثلاث وأربع وسوس سعودي مالك خميس تهيد بوصوق علي دي الحجان أي تاي كو دي الحجوة كو دي القعدة كده ما تشنبو النبي وصوب بحانكو حقا وركو كامري مالك النبي السفر كل حو أهانا محو تشوغي مكو تشوغي أي تاي مالك خميس دي الحجان أي تاي عرفان أي تاي كو خميس تاس خميس تيدينا محيو حرني صحابه محيو داسوه وصوح نبو قارن بوهاي صحابه دي تمطعي وحي حدين حج جمعيه كو حقين حقين نبو قتاقنا عرفوا انت ما يفانتي انت لقب صدا قضبك كالي صور راعة أصحاب رسول الله فقه فهم عرفه ودي عرفه الدنبي فقاد يسيد وريرين أصحاب رسول الله نينك متمتعة يقاريك متمتع ويقانان تمتع رسول الله بكلين صحابته هيك وذا حجي عمره إيش قدر صدي حاجة تمتع كسوق قالي مش اللي بده الشقة أهيد اللي بده الشقية اللي بده سفر لجربي هي يهلك دكتوري أعماش اللي بده أهيدنا اللي بده طواف اللي بده سعي محك دكتي هل كسو راح هذا كسوق قالي ترفه ين نصيحه هل كسوق كسوق قالي القران عند الصحابة ولغتهم وتمتع التمتع وتمتع نبي محمد بقى تمتع عيضات أرقطي وكله يقول ليه وقراني يمحي كوضان تمتع قران كبير كوضان هذا أرقطي وكله نبي أفرد أسوه مفرد وحاجي محي كوضان
عمل حج واحد وليمد اسكو دراي كودا عمل حج واحد وليمد عمل عمره مدح بنانيو مد حج مدح لما يمنين مخو ليمد حج كليغي هوست لغا نعميسن ياهي او كور مكا لغا فريسكا حج واحدة قاب كاتدو فهانتان هل حديث او حديث كاور ما يمجرو هذه لكن افرد قاطان الكف سرتان بناء على اصطلاح المتاخرين والوريريسا نبي محمد بالاجماع لم يفرد قارن بوها هجبوا نودي قوموا مركا ونقول مفرد هجبوا وضابه طيب تايسكو هذا اسغانا عدين دونا مركا تمتعوا لما معنوا كل دعاء تمتع تقانين ايو تمتع قران او في عرف الصحابه افرادكم الله معنوا النقضاء في عرف الصحابه او قران ليد افراد ايد هذان يمتاخنوا يقان افرادك حج كليون عمرك اين كلنين كان هرين كان دنبين انت انا نسلفه عنه انت مردين لفهم احد كان دريري حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن مشاب الزور عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى أنها قال وحيته يده خرجنا مع رسول الله رسول كلاب أن نلبح حني عام حجة الوداع حجك سقوتسك بالإجماع المسلمين نبي محمد أنتم نولا بعد الهجرة بعد الهجرة أنتم سجنوا ذي كذب ولقي هل مربو حجي وأنا مركن هل كان مربو حجي لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة وحجة الوداع امس قرب عمره استي افر عمره الافر 30 سنه كجرت عمره قران كو يهب النبي يا افر كو هو يمرك وحيت النبي محمد بن لبح عليه الصلاه والسلام عام حجه الوداع سنه كي سغوتستو سود حجك سغوتس كي النبي امه ولا دردار امه سغوتيه فاهلنا بعمره عمره نصوحرنا فاهلنا بعمره عمره نصوحرنا ثم قال رسول الله رسم هيدا يقول معي وش جيسا أشهر الحج إن عمر الله حد معه عند العرب جريمة جريمة هو يدوب يحكم باللودان الجبي سوق عيدي مشركين عمره نصوح رني بالله هو روي ثم قال رسول الله وحول صوبانه من كان معه هدي نك هدي وتا يحول السوق حيي من الحل ككنا مدينة ككنا مخارج ككنا فليهل بالحج حج حد مع العمرة عمره معه نكي هدي وضع عمري حج هايس قليو ثم الله يحل محل لوبي حتى يحل منهما جميعا متكونك محل لوبي عمري حج إلى أوسي ودجيرو وقحل لوبي يوم النحري نكا سوكم حنوغلي قارنوي قارنوي عمرا صوب اللوني نكي عمرا صوب اللابي هدي وذي محل ليلي عمرا صوحلت يدو حلو عمرا كصوحلت هدي نواب وضع محو نبي ويري وادي العقل منكم مرأي نينك عمره حداي هدينا وضعها قدره حج ما نكحل له بهايو إلى أوصلتم يقارن بسبب لوي حالة المسألة إلى قران كب حداي عمره دي مفروض ده ولا قتل قاله يده وحيت وكوشة فقدمت مكة مكة صوق له وأنا حائض صرف مكة مرة زميش له مكة قرك يده أيديك كود عو يده لما طف البيت بيت ما نضوافنا عمره دواف كذا الله ما إنمانين ولا بين الصفا والمروة ما نصعين صعيق طواف ما دام انه نغرس سهد لو رغي سهد لو نغنقده واسك طواف بين عند 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 الصحابه لم اضف ما نكو ورغين بالبيت كعبه ما نكو ورغين ولا بين الصفا والمروة ما نردن ما نصعن فشكوت ذلك الى رسول الله ارغاس النبي او شيغي النبي الله بيتكم طواف طواف سعيون بعد طواف بدعاي مر هدي طواف كليديده سعي ما جرو نبي الله هدم حاج محان سمية فقال نبي وحوري وحان لقاري يوم التروية صوقش يوم التروية هيسا أيضاً ولي عمره دي كحلالو بن وعمره نصوح رطي يوحى صوق لي حاج كبا صوق لي هدي نميس ودن أيضاً هدي نميس ودن فقال نبي وحوري انقضي رأسك انقضي رأسك ماذا حالة فرفر تيميه كوضبنا أما كوضبنا فرفر عائشو وامتشيطي حق النشان ليسو تماه فرد أو فرفر وأهلي بالحج حج حرمو وحرى يوم التروي وبرئة أما صاك بقى ودعي العمرة ودعي العمر عمرة دينا لما يستير كده هلكا كاكتك جوجو عمرة وحيك وحيكو بيرتي حج بيفنق الشيء طيب
هذا هلكا كتوجيني صعون ما يسوي. قال لو حيتي له يدين ففعلت صون نجو يلي بان سمي. فلما قضينا الحج حج كمر كان رميني ومالك يصدق حتمنا للجاري أرسلنا رسول رسولك لا بعد الدري مع عبد الرحمن بن بكر الصديق بو إلى الدري إلى التنعيم ماشى اللي يدو الدري فاعتمرت وان كسر عمر يستلك سان كسر حدي. فقال النبي حول هذه تن أتكسر حدي التنعيم مكان عمرتك عمرت هذه هري أضحك قطكتي إذا ما يصير ويدي حيل كدرتي بيود قنتا. فطاف الذين أهلوا تقديم التغيير بكتير لا يكون سكون سكفى ميسان. فطاف الذين أهلوا بالعمرة دك عمر صوحي إلى متك أها إني كل عن إذا الحليف كصوحي ماله مواقيت كصوحي عمره بالبيت بالبيت بيكون ضوافين وبالسفر والمروة بيكون ضوافين. ثم حلوا ويحلالوا بين ما كي حلق السمايين ويعماش عمر دميين وحلالوا بين محايا لي أيوه محيسو بدلين رجع عمر صوحي داي حق أن هدي أنودين أعمال عمر دميين انت ان لقاني حجك مال مهيسي وانا حلال وبين وانا متمتعين بيسو بدلين وانا سيدي صحابه بالنائين ضوافك عمره اللي ما دم. ثم طافوا ضوافا اخر ضوافك لك يدنا ضوافين قور مهدي وضواف الافاضة يجد وضواف الرقنة بعد ان رجعوا مركي كسوا اللابتين كذب من منن لحجهم حجه وضوافه ضواف العمره واللي ما دم ضواف الحج وضواف الرقنة انا واللي ما دم لمن كسوا متمتعين مع صهري. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة قليه سكدر حج عمره مقارنين والنبي وكمده هانا فإنما ضواف ضافوا ضوافا واحدا عمره ذي حج كذي ما حكدين هل ضواف كاسا كف الله ذي هو يد مكاد كوسو قابل سيدتك خلاصي كاسي وين شحد انت. وحدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي شعيب ابن الليث عن جدي أبوه الليث ابن سعدة حدثني عقيم بن خالد بن عقيل الأيلي عن شاب الزور عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعصوا حكولة هاي إنه حمل وقد جمع أبو محمد بن حزم كتاب وينه حجة النبي أبو قري محب الطبري بقى كتاب كقري علماء فربضان بقى نبي وقاب حجة كتاب قناء كقري كتاب أبو جامع السنة وكتاب ابن حزم أبوه نوي بهوستو يردن وحوليه هاي وقد جمع بين احاديث الخلاف سنه بقارن بها ما متمتع بها ما افراد بها محل وجمعنيا ابن حزم وحو كجمعيه نبي قارن بها بوري بوري وادعى انه كان قارنا وتاول باقي الاحاديث والصحيح ما سبق بنوي له هاي وقد اوضحت ذلك في الشرح المهذب بادله وجميع طرق الحديث وكلام العلماء المتعلق بها هل قصوا الله مره وحوليه النبي وحوها ها مفيد بوها بولياي نووي ابن حزم بو يردنا اياه لكن ابن حزم باصحن حافظ ابن حجر باصلمي وحافظك ادو فتحك ادو كهلي وحاكوه الري ابن القيم وزادك وعلى رقي فنك ننك الله ناسا وقف عالم الدنيا النبي قال لسعود مقابك مقو الله وحاكو لهمش حقيقي من تيمية ما لابد ان كشر حيسون ادو فايي مجلد كلباتين لحد با كمان مجموع عيسى إياك التضباط با ابن عبد الهادي تعليقه كله شرح مصنع نووي شرح عيسى ونقدي ما شايده حافظنا وسوقات هالكي ابن عبد الهادي ووصل لموقال هذا المهم النبي يقول انه قارنها عائشه بعدين دونته وحبها كود دالين جابر وعدين دونه عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قال وحجري خرجنا مع رسول الله نبي قال بانه لبحنا عام حجه الوداع سندك سجود في حج كيسي فمنا وحنا جمدها مركور بلوغا من أهل بعمرة عمر صوحي دبا نجمدها ومنا وحنا قتر سنة من أهل بحج روح حج صوحي دبا نجمدها حتى قدمنا مكة إلى مكان كسر دبا نقلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حول من أحرم بعمرة نكون عمر صوحي ولم يهدي هدينا آن وذين فليحللها حلالو بعمل عمرتنا كحلالو متمتع سكوب بدلو ومن أحرم بعمرة نكو عمر صوح الدي وأهدى هدي نوضنا فلا يحل محل علوبها حتى ينحر إلى وقور هدي هدي قيس نكا نبحث بدلي ها قارن بون نكا نقضي محا صور هاري ومن أهل بحج نن حج نكا حج كلي صوح الدي هدينا أنوذين فليتمها فليتم حجه وصدح لبويده ويكون شكت
اسبدل كي سو كوي منه يكون شكت. قاله هو إذا وحيت العايش وحيد طوان حيد إذا مركان صرف مراي فلم أزل مانا كزوين حايد من ديك قبه حتى كان يوم عرفة حتى كان يوم عرف إلى مالك عرف الله جاري وسود وادي وجدة ومالك كهري تروي سداد بوجدة ولم هو للمان صوحنا حق باللوج هران إلا بعمرته عمران صوحنا وحجم صوحنا عمران صوحنا هدينا مودين فأمر الرسول رسول الحوي الفري أن أنقض رأسي ما حيق إن أنفره ما إيقل عم إن أنفرفره وأم تشد حق أن أنش الله يستون فيرده يعني فراه يقعمها أن كفر فراه شان لها دي لقيتم وقعها أيان ساسي بفقاد وليه هو يدن فرقلين بيقص من وجه عيدا وقعمها قلي بها لقوضا ما أشان لقلي فراه دي اللي لقيتم وقعها أيان ديك با واجبها أيان لكن أم تشد بالنبي قدر قرسوع العلي وامحاي مشد هذه الله شيء أما مشد الله شيء يمتشى وإن سقف للجلية ما سقف متغنى وهي وحي أمر أنت وهلينا نحد بحج الحج نحد بفري وأترك العمرة عمرة أن كتبوا حج حلقة وذا عمرة عماش هذا أن توشي ما دام دم يستري وهي لكن حق عمل أهان هي أجر أهان يني أهم ميسن توجنون وعمرة وحي فنقة شيء حج كذي بيفنقش النبي وام حي هذا مرة ميستري كرتيدة حج كيوس كورد عفينه كوري قوي هوشو عمرة واحد كوه هوشة حج كوه بحول صار مرك قارن كنق ومرك عايش وحيسو بده شيء قارن لأجل العذري صحابنا وحيسو بدنا قارنين لأجل الهدي لبلا سو الله فهم قالوا هو ينذر وحيد تري ففعلت ذلك أساسا يلي حتى إذا قضيت حجتي حجي مركان دمي بعث معي رسول الله رسول كلي وحود درا يضع عصا وضال غير بكوكا لدونتا هذا لك ويسوق قابلنا يسوق يدين عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى الدري وأمرنا وحوينا فري أنا أعتمر أن أنكسر عمري من التنعيم ماشي لهذا أتقول يا عدان مكان عمرتي أي بدل عمرتي عمرتي أن دمين واي بدل كذي التي تاسو أدركني الحج حجك يسوها لي ولم أحل منها أنهم كحال نقنن عمرة أنهم كحال نقنن حجك يقبطي النبي حج حرمه ويرى عمرة كاكو جوجي أيان سوق اللي يتر مركو عمرة دي ما قضي أهيد أقدر كاتمت مس عمرة هذا الله بالله بيأدي أهيد بالسكو هيا هو يدو النصوص تدو حاكو عاد عمرة دي تاي قضي محي قضي نيسا وأتم الحج والعمرة لله وما دام يدم يستروا إذي لمانع. طيب وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا وحكجرا قفكم محرم قبل محرم محرم كذا ولا الكيد ابيهد ابتيكيد ادير كيد ويلك يدده اوتاي كابرته اوتاي انه لخل وين كرو كلغي راعي كرتو غادي لفولي كرتو غايدك حتى دميره يبقله فرده حتى دبر كدمك اي كلا راعي كرتو وعليس اسم الله عبد الرحمن دي عايشه ولا اوكتي. وحدثنا عبد المحمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع النبي نبي قال الله بحني عام حجة الوداع سنة كيسوغوتزكا حج كيسوان الله بحني ونبي قال مدو أدر دارمي خطبوين يدر دارم وحكو أولو آخرية الدون بكل رغم النبي قال جهدي نبي قال حلا يسيطوس أولو كل ما يقول لنا ويقول دن بيسيبا يقول إذل فأهللت بعمرة بان صوحي ولم أكن ما هين سقط الهدي رمي سنسو الشيخين هذا يكون شكت رواياتك بو جمعنا إمامك وحوق الرحاي وحوق رواياتك استمعنا قونه مهيمة وضطاء ولم أكن ما هين سقط الهدي من هذا السوق حيسم ما هين بالله قهران عمران صوحي الدي هدينا ما نوذين مركان عمران لما يستيروا ويا حيث كدرتين وحال اللي كو ريقو ووريك حج عمران هنا وحيفك وفنك شيء حج كذي قارن بيسيدا كن قوتي لأجلي الحيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دور قرب النبي وادي العقيق بكسويري لحظة مكة الأمر يكسويري صرف مكة الأمر يكسويري ما كمرك قليم بكويري صحابة انت صغر بالله اللي بدلا لا يوم مرك عادات كورا ولي كدن بي أمو النبي إدين دايا بيس لهاية ونبي قدو إدين تقرير كيسون ومركة وإدين نقضى شرعي من كان معه هدي ننك حول ودي هدي وضا فليهلل بالحج مع عمرته حجها الله حي عمرها سلاح اسفنجلي ثم لا يحل ما حلالوبا حتى يحل منهما جميعا الى ضميسترنا كما حلالوبا نك قارن قال وهيت وحيت فحضت فلما دخلت ليله عرفه ما رقتها
فلما دخلت مركي سوق قشوا سوق دواتي ليلة عرف هبينك عرف وسوق دواتي هبينك عرف قرمو وياد قرمو سوق دوان أرورت سديات وي أرورت سديات محسود دو ليلة عرف كوجو حكته طاهي. قلت عن يا رسول رسولك الله إني كنت أهللت بعمرة نبي الله عمرا صوحا فكيف أصنع بحجتي حجنا ما أنت على حين محن سمية قانا بحري أنقضي رأسك ماذا هذا فرفر تما هذا كوجا لا من فرفر وامتشيدي شن ليسو وأمسكي عن العمرة روادنا وقعت وأمسكي عن إتمام العمرة وي كجوا قصور لما يستيرك عمرة كوسي سعد محايا مرة ما يستيري كرت طيب حيث ولي واتقب طيب كتك إيو جوجي إيو عفوا محن صومر نقضي من صومر عمرة كوسابس لفت النقد من الزمر إنك لي فيري ودعي العمرة دعي العمرة الزمر هي أتركي وترك العمرة الزمر كان مرك إرجعنا كفي عن وأمسكي عن العمرة كفي عن عمرة ذي هلك كنت جوجي وهلي بالحج حج لما أنت قال هو إذا وحيت فلما قضيت حجتي حجي ما كان دميي أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر بن أبي وحوف فرائنه الراعي كحيو تنعمي فأردفني وإفن قليو قايدك وان لقري فأعمرني وحي قسو عمري سي من التنعيم ماشي لو ماشي أقول دوي حلقة يما كما كتكب حيسو بناك وبحيسو كو دوي حرم ما كتكب حيسو مكان عمرتي بدل عمرتي عمرتي إذا هوري قد خسارت إذا سيأمسنت أيوي أمان دم يستروي بوس كيدينا التي تاسو أمسكت عنها أنك تجوكسدي لأجل الحي. حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان واركت أنه يد عمر رأس قاب كي أهيد يصاب كيدي وحي قطي من هذا حدك وإذن عدي إذن قلت أنت هذا حجدان أو عمر يستان يتضنوا حد يستان عين بانكسو عمر يستان هيا مسكو باب باتين الدعوة عم من الدليل ديكون أخص من الدعوة وأنا القادح في الأصول دليل كأدليشان يسيء واحد شيئاً وإن إصطابه ولا وإن إسليه هل كان نروبة كتكي وعمريسان عمراء الضمين معلومات إسكاف فيران كد مالك استياد بحج حران حج كبار الضمين هذا نوع حدي وحنقص عمريسان جدا وحنقص عمريسان ضائف وتنعيم جعران حسابها صحوبهين دليل دليل لأم هيسان يا حدثنا ابن عمر العدني قال حدث ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله رسول الله فقال نبي حجري من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومركه ربا من أراد قفك الدور ومنكم ذلك يميضا أن يهل إنه يحده إهلالك أسلكيس ورفع صوت بالتلبية تلبيه ذكره كر لوقا إهلال ليلة هذا وأقدم حلو إطلاقا حرشة إحرام وقول لك هذا إهلال ليلة هذا أن يفي الله ينحد بحج حج يو عمرة عمرة فليفعل هيلو ومن أراد قفك دون أن يهل بحج وحده هنا فليهلها حده ومن أراد الروح دون أن يهل بعمرة وحدها فليهلها وبالله قهوري قال عائشة وحيته فأهل رسول الله بحج فأهل رسول الله بحج محكا ودا قراوي وحج كليهم بالله إيمانية أعمال حج كلية تدي مفتك بو حجنية لكن وقارنه هدي بو وضع وأهل به الناس مع ويكوشي قد انتهو يدي وأهل به حجك وحاحدي ناس ضدبا مع الحجي حجك النبي حدوه كالي ضدبا صوحدي وأهل الناس بالعمرة والحج بي صوحدي ونا أو متمتعين بين نغدي وأهل الناس النبي عمرة وحدها بين نغدي وكنت أروح وحانا عائشة في من أهل بالعمرة تذكر عمرك كل لي بان كل جريت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان الضبي أبو محمد الكوفي الكلاب عفوا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله رسول كلاب بن الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع موافين أنه كبيق مينة موافين أي مقارنين أنه كبيق مينة لهلال ذي الحجة دل الشذي هذا بلا شدد الحجاب كبير محايا إلى أنه ذي القعدة الشبر يكاد من طعم بحناي وحا كبير منا أمك كبير قلنا هاي بلا شدد الحجاب يعني رويقا أن ذاتك ويقرنا يوضوضي مرها يا
idinku hadda waxaad safraysaan meeqa kilometer goobaan ku aadanahay Garis adoo ka qadinaa baad leedahay waa ku qiyaasan tahay weydan waxay tidhi waxaan Madiina ka baxnay anagu ku beegmayna Arafa dhalashadeeda maalinkii lixaad bay joogeen Makkah joogeen waana koowdii bisha Dhulxijja ay oo khamiisa muwaafin ay muqarini shambari ba ka dhimana قال هو وحيت فقد الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد منكم ان يهل بعمره فليهل فلولا اني اهديت نبي حرادنا هذه سو كحين لهين لاهللت بعمره متمتع بان نقول لها عمرا حلال لها مركان كحلالوبنا حج بان حلال لها قال هو اذا وحيت فكان من القوم صحابه وحاكمها من اهل بعمره ومنهم صحابه وحاكتر سنه من اهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة تدك عمرة صوحي ديبان كجري فخرجنا ونبحنا من المدينة حتى قدمنا مكة إلى مكة قلي فأدركني وحيسوقار يوم عرف يسوق إهلي لي وأنا حائض أنا وديك قبا لما أحل أن كحلال بن أون رمين من عمرتي أن كحلال بن فشكوت ذلك إلى النبي نبي قهد الجوغو هد شارعي يو دعوتي فقال نبحي ودعي عمرتك كتك يعني لك كجوجي وانقضي رأسك مدح رأسك مدح هذانا فرفر تماه قوض بنا إسك فرفر وامت شدي فروشا ليسو وأهلي بالحج حق النقبي سنة هذا وانا قصوم مرين وأهلي بالحج حجنا مركاسي حلو قال وحيت له إذن ففعلت فلما كانت ليلة الحسبة لي هبينك الدح ذا مكان جوجنه محصب مالك صديح طبنات من اللقص والضريرو هبينك إذا حق منين الله بحايو ميل محسب لورن جري لا قال هي دح بنيت بال هبينك لا بري جري ارور تانا مدينه لو يا جري هبينك مره لا سو دريري من القلب لا سو دري 13 يا منتشر ما كاي دماده هبينك 14 من لو جيده بيت نبي الله ما انا فر باي تاغ ددك مدينه وسودان نين والبن وله يمد هوينك هوينك وحين نقدين هوينك النبي محمد متمتعين بيا هاي حج مدح بنان عمره مدح بنان بي وطن قبله لا لقبي عشان ما هي وضعتا حج كلي بي لا تمد عمره ان ايضا ما يسترين تي بي كما صيرت ويده عاد صعون ميس عاوه وين صو عمره يست وحا النبي ايدا كلا قبسد فيرات فلما كان ليله الحسبه هبينك الدحجيف كما لا جوغو غلها غلا لا جوغو وبينك فرتمناد هذا لا سوده وقد قضى الله حجنا اسو الى حج كان ودميستري ارسل معي النبي وحيلد معي وحودري عبد الرحمن بن ابي بكر فاردفني وخرج بي الى التنعيم قال لك ابو اسارايو تنعيم بو الى بحي فهلت وحن سو خدي بعمره مدح بنان فقضى الله حجنا وعمرتنا الهي با دمهي دميستري حج كان عمرتنا ولم يكن في ذلك ارنك اني اغو دعاي تري كما واجب هدي ولا صدقه ولا سو متمتع وحلو لها مويني عمر دانو ان دمهستري واي اي حيط ديغي غور استاغين ديغ بخي لاي ما دي لكن متمتع سيس ما لوغ ربا متمتع ما لوغ ربا ديغ با لوغ ربا سيس سبا هدي حول غور عيما واجب ولا صدقه راشين بحين يوم واجب ولا صوم صوم مركا هو مشكل لفظه اسغا لانه قارن ما لوغ ربا ديغ متمتع ما لوغ ربا صوت بغضور اللي كم جيد هذا مقمر النفق عليك يا بقول يا كنتم بقول يا كنتم ما ليح بقول ريال با هذا ليح بقول ريال هذا ليح بقول ملاقي أست وحياة ظلم كجر حجك كم تاي أريك اللي ذن كيبي وحكوي مدى سعودي قفرت دولار يديكم محل ذيك قضاء بقول دولار استراليا حلقة كان لباتون دولار بسعودي كوي مادة لباتون دولار صدني عشان دولار بكوي مادة أخرية دبك كجرة حجك يديكم محل ذيك قضاء هيا بقول يا كنتون يا بكت قور عدان هيلي بكنتين لها قضاء حقايا يلقي بيها دنا يلا سيا مساكين تا مسلمين تودان هيلي بيكا دقيا ديهير با لو قيبي ما لنكا ميشو كوبر عدا دي با لو ايبيا حقيا دا ميشو قلدين كاس ويديني
فساد كحج كجري هذا هبينك أسبوع بقى هذه لا تريه يا ما هذا الجامعه ما يلا سعنا بلقية أنا أقول حمار يا صبي صعيبك والله كيف طبعا يا دب مشروه يلا سعنا نحوه ما خبوه إن شاء الله وحدنا أبوك النبي شوي تقع عفوا أبو كوري بل كان مكوي استجاهدي سيبادي صفير نيساني بل كان سكتشوه